واعد على المستوى الأخلاقي أيضا أكثر من رائع. تحدثنا عن أنه ينوي أو يحلم بإنشاء جمعية إسلامية كبيرة مع الإمام أبي أيوب من أجل أن يقوم ببناء أكبر عدد من المساجد وأيضا حفر أكبر عدد من الآبار. عموما دعوني أرحب الآن بالدكتور شكري مجولي، إمام مسجد لندن المركزي، الذي ينضم إلينا الآن من العاصمة البريطانية عبر سكايب. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ شكري. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياك. كيف الحال؟ والله الحمد لله، نسأل الله أن تكونوا بخير. الحمد لله والشكر لله. بداية، بماذا تعلق على هذا الهجوم الذي يطال واحد من أبرز لاعبي المنتخب المغربي زكريا أبو خلال صاحب الهدف الثاني في مباراة بلجيكا، واتهامه بأنه ينشر أفكار متطرفة وسلفية وتلميحات إلى أنه ينتمي للفكر الداعشي، بماذا تعلق؟ الله أعلق بقول الله سبحانه وتعالى: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة الزمر: وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في هذا الموقع الإلكتروني اسمه أشكاين، أشكاين هو بالمغربية ماذا هناك اللغة العربية أشكاين، لصاحبه يعني يعيش في بلجيكا وهو مغربي أعرفه. الحقيقة هؤلاء يريدون دائما أن يستثمروا في شق صف المسلمين وفي إرباك هذه الوحدة الإسلامية والعربية التي اجتمع عليها الناس في كأس العالم في مونديال قطر بعد التنظيم الرائع الذي قامت به قطر والذي أذهل الناس رغم التشويه ورغم النفاق الغربي، إلا أن قطر نجحت نجاحا باهرا فأذهلت هؤلاء الذين يكيلون بمكاييل وليس بمكيالين فقط. وصاحب هذا النجاح كذلك نجاحا كرويا عندما نجح المنتخب المغربي لأول مرة في الوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر، ونجح أكثر عندما أرانا تلك الصور الرائعة التي تدل على هذه الأخلاق الإسلامية وهذه القيم الإنسانية الكونية الحقيقية، ليس كما يقولون هم يعني قيم.